طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان، مع تحيات ألين زغيب عيسى، جلاديس الخوري أنطونيوس، والمخرج رودري نمنم. عناوين النشرة: وفد البنك الدولي يؤكد أن الحكومة اللبنانية لم تصل إلى مستوى الإصلاح المطلوب وأن الوقت ثمين. خطة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء الخميس. تقرير خاص ما مخاطر إعادة النظر في نظام التقاعد. المطلوب يلاقوا المصاري من أمكنة أخرى، ولازم يوقفوا مزاريب الهدر والفساد، وكل فريق بدافع عن الفاسد اللي عنده. تظاهرات حاشدة في الجزائر للأسبوع السادس على التوالي. بيقولوا الواحد ما بيعرف شو مخبي له بكرة، بس مش أحسن إذا هو خبى لبكرة؟ بلش جمع ببرنامج سيف فيوتشر من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر، مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لتقاعدك بالمستقبل. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، احرصي دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. للإستعلام 70 444 444. ما بقى تبرم كتير، أسعارنا أرخص بكتير. عند لشاركوتية كيلو بطاطا أو سلة فريز بس ب990 ليرة. على الرغم كل الضغوط الدولية وكل التدهور الاقتصادي، لم تقارب الحكومة بجدية حتى الساعة الإصلاحات المطلوبة، باستثناء طرح خطة للكهرباء فيها الكثير من العيوب المتعلقة تحديدا بالأكلاف المرتفعة. وقد أعلن مسؤول البنك الدولي فريد بلحاج اليوم أن الحكومة اللبنانية لم تصل إلى المستوى المطلوب للإصلاحات، مؤكدا أن الوقت ثمين في هذا المجال. الموازنة أيضاً معلقة في انتظار القرار السياسي بالإفراج عنها، وتحديداً التوافق على حدود ضبط الإنفاق المطلوب في مؤتمر سادر. وهذا الموضوع يشكل صلب النقاش في الزيارة التي سيقوم بها لبيروت في نيسان المقبل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. في أي حال، مجلس الوزراء سينعقد الأسبوع المقبل، وعلى الطاولة خطة الكهرباء التي رأى فيها البنك الدولي خطة مقبولة، لكن معلومات أخرى أشارت إلى أن المساهمة الدولية في تمويلها مرتبطة بإعادة النظر فيها وفي برمجتها الزمنية. إذن التقى وزير المال علي حسن خليل نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج والمدير الإقليمي ساروش كومارجا. بلحاج وصف الوضع الاقتصادي في لبنان بالدقيق، وموضوع البحث هو كيفية ارتقاء الحكومة اللبنانية إلى مستوى الإصلاحات الجوهرية التي يجب أن يقوم بها لبنان للتواصل مع الجهات المانحة. وأكد بلحاج أن الحكومة اللبنانية لم تصل إلى المستوى المرتقب بالنسبة إلى الإصلاحات، مشيرا إلى أن الوقت ثمين جدا. وزير المال أكد لصحيفة الجمهورية أنه في جهوزية كاملة لعرض موازنة 2019 على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يجري حاليا مراجعة نهائية لجدول خفض النفقات، وقال يمكننا حتما السير في تخفيضات إذا توافر القرار السياسي. وزير
وزيرة الطاقة ندى بستاني أشارت إلى أن اللجنة الوزارية ستعاود مناقشة خطط الكهرباء الأسبوع المقبل، مؤكدة الجهوزية للاستماع إلى كل فكرة جيدة. وأضافت في تغريدة إن يدنا ممدودة وأذاننا صاغية لكل ملاحظة هادفة وانتقاد بناء. خطة الكهرباء يجب أن تقر ويبدأ في التنفيذ في أقرب وقت، لأن مصلحة اللبنانيين أولوية. وزير الإعلام جمال الجراح أكد من بكركي أن خطة الكهرباء تدرس، وهي خطة متكاملة ستعرض على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها. الحقيقة الخطة عم تدرس، ومفروض الأسبوع القادم عندنا الجلسة الأخيرة. في خطة متكاملة عم تطرح على اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء. لحد الآن الأمور عم تقارب بكل إيجابية وكل موضوعية وكل نقاش جدي، على أمل ننتهي بالجلسة القادمة منها بشكل نهائي، نعرضها على مقام مجلس الوزراء لإقرارها إذا وافق عليها، وبالتالي تبدأ الخطوات العملية. النائب نعبت فرام أكد الاتجاه إلى إصلاحات كبيرة، وتحدث عن الأجواء التي نقلها وفد البنك الدولي الذي التقى اللجان النيابية. قال له أنه أكيد ناطرين الموازنة بفارغ الصبر، بيعتبروا أنه خطة الكهرباء خطة لا بأس بها، هيدا سموها هيك أنه مش بعيدة عن الخطة الفضلة اللي كانوا بيشوفوها هني. كان في احتجاج أنه عم نتأخر كتير بالقرارات، تأخر بالإصلاحات اللي هني متوعين نحن هالجمعتين مثل ما صدروا وزير المال مجهز على طلب لإصلاحات كبيرة تأشفية كبيرة وما تكون شعبية، نحن متوجهين لهون وهيدي اللي بتخلص البلد. برأيك في توافق سياسي صار على هذه الإصلاحات، خلينا نقول الموجعة ممكن تكون؟ بتصور أنه نحن قربنا كتير على هذه النقطة، على القليل بأكد لك أنه النية موجودة عند الأفريقاء وخاصة عند فريقنا. النائب السابق مصطفى علوش تحدث إلى صوت لبنان عن المساعي الجارية لإقرار خطة الكهرباء سريعاً. يبدو أنه مؤخراً تم التوافق على الأقل على مسألة خطة الكهرباء، والإشكال الأساسي أنه ما في عندنا خيار آخر، يعني الطريق الوحيد لحتى تقدر تعمل بعض التوازن اللي أصبح يمكن أقرب إلى المستحيل أنك تقدر تعمله هو من خلال إقرار الخطة والبدء فيها بأسرع وقت ممكن. وفي كتير نقاط القوات اللبنانية طارحتها بشكل منطقي، لكن بالنهاية ما فينا بقى أبداً نضل ناطرين إلى ما لا نهائي. وعلى خط التغذية الكهربائية، الاتجاه إلى رفع ساعات التغذية، فبواخر النفط أفرغت حمولتها، ما يسمح بتشغيل معمل دير عمار في خلال ساعات، أسوة بمعمل الزهراني الذي وضع على الشبكة ليل أمس. من الإصلاحات المطلوبة إعادة النظر في نظام التقاعد، فما هو المطروح وما ردود فعل المتقاعدين؟ تراز الخوري. بعد تشكيل الحكومة أطل الملف المالي والاقتصادي برأسه بسرعة قياسية، وهناك مرحلة صعبة ستطال المتقاعدين في القطاع العام وفقا لما تضمنه سادر من بنود إصلاحية. واحدة من تلك النقاط الساخنة هو نظام التقاعد الذي سيكون مطروحا للإصلاح، لكن السؤال المطروح، هل تستطيع السلطة بتركيبتها وتوازناتها المعروفة أن تقارب ملف الموظفين في القطاع العام؟ ماذا تقول عضو لجنة المتقاعدين بهية بعلبكي في هذا السياق؟ المطلوب أنه إعطاء المتقاعدين اللي خدموا الدولة 40 سنة حقوق كاملة، خاصة انه هم بيدفعوا محسومات تقاعدية. المطلوب يلاقوا المصاري من أمكنة أخرى، يلاقوها بتعديل النظام الضريبي، بالريوع المصرفية، الريوع العقارية، ولازم يوقفوا مزاريب الهدر والفساد. هن اللي بيتحاصصوا وكل فريق بدافع عن الفاسد اللي عنده. وقفوا كل هاي وساووا تعديل النظام الضريبي، ساووا صندوق مستقل للتقاعد، واحفظوا للمتقاعدين كراماتهم لأنه هم اللي خدموا الدولة. من المعروف أن نظام التقاعد المعمول به يمكن أن يمتد لسنوات طويلة، إذ تتم وراثة المعاش التقاعدي من قبل الأولاد والزوجة أو الزوج، وإذا صدف أن هناك ابنة أرملة أو غير متزوجة فإنها ترث المعاش التقاعدي حتى وفاتها. ماذا يقول العميد المتقاعد أندري أبو معشر في هذا السياق أيضا؟ نحن العسكريين المتقاعدين وعسكريين الخدمة الفعلية لن يقبلوا بأي مسيس بحقوقهم اللي هي تعتبر أبسط حقوق اللي بيتقاضاها
موظف بأي إدارة بالدولة، كم بالحرق إذا من هالموظفين العسكر اللي عم بيكونوا على الحدود وعم بيحافظوا على الأمن، عم بيحافظوا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمن لكل هالمواطنين، هودي لازم يتعزز ويتكرم. اثنين، أي مشروع للانتقاص من حقوقهم سيؤدي إلى ثورة اجتماعية لن تقف عند حدود المطالبة بالحقوق. نشير إلى أن معاشات التقاعد ارتفعت من 1400 مليار في العام 2010 إلى أكثر من 3200 مليار في العام 2018، ولكن هل الهدر الفعلي هنا وفي جيوب الفقراء؟ تراز الخوري، صوت لبنان. بعد الفاصل، الأحدب يترشح لانتخابات طرابلس. حوار أونلاين. كرامة الدولة ومعوقات استرجاع على سيادتها، دور حزب الله ولا دور الدولة، الواقع الإقليمي وأسقاطاته على الواقع الداخلي اللبناني، محاربة الفساد بين الواقع والإنشائية، كل هالمواضيع والملفات الساخنة رح نعالجها سوا معكم ببرنامج حوار أونلاين. أنا غياث يزبك، مدير الأخبار والبرامج السياسية للإم تي في. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار الخامسة والربع عبر صوت لبنان. أكد وزير الخارجية جبران باسيل من بلغاريا أن الأوان حان لعودة النازحين، وقال نحن في بلد يدرك تماما معنى النزوح وخطره. تقدم النائب السابق مصباح الأحدب صباح اليوم بأوراقه للترشح إلى الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس. ما جديد قطاع الاتصالات وبما تعد الحكومة؟ الجواب مع رنا ريشعيد. على الرغم من اعتبار البعض أن الاتصالات والإنترنت في لبنان من الخدمات السيئة والمكلفة نتيجة الضرائب المباشرة المفروضة عليها، وعلى الرغم من ضعف سرعة الإنترنت في بعض المناطق اللبنانية، إلا أن الحكومة اللبنانية تطمح إلى دخول العالم الرقمي والاقتصاد الرقمي. هذا ما أكده وزير الاتصالات محمد شقير ممثلاً رئيس الحكومة سعد الحريري في خلال إطلاق قمة تيليكوم ريفيو التي سلطت الضوء على التطور المستمر في صناعة الاتصالات من خلال تشغيل الجيل الخامس 5G في المناطق اللبنانية بغضون عام. مما لا شك فيه أن الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي هو هدف أساسي بالنسبة للحكومة اللبنانية ولوزارة الاتصالات، كونه يشكل إحدى الوسائل الفضلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لكن في الوقت نفسه لا يمكن الدخول إلى العالم الرقمي والاستفادة من كل خصائصه وإيجابياته من دون إنشاء بنية تحتية حديثة في هذا المجال. لذلك فإن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارها بالاستجابة لمختلف هذه المتطلبات، كما أن وزارة الاتصالات تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها، وهي تعمل على تسريع مد شبكة الألياف البصرية فايبر أوبتيك وتعميم خدمة الـ4G، وإن شاء الله إطلاق خدمة الـ5G قريبا. رئيس تحرير مجلة تيليكوم ريفيو توني عيد وفي حديث خاص لإذاعتنا شدد على أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على واقع تطور العالم الرقمي في لبنان. المؤتمر اليوم مثلا عملنا فيه إشياء لأول مرة تصير بلبنان أو الشرق الأوسط، اللي هي ريل تايم 5G نتورك يوز، يعني اجوا الباندرز ركبوا بيز ستيشن او محطات 5G موجوده هون تنقل حقيقه 5G كانه على شبكه تجاريه. اول مره هيدي بتصير، سبيد اللي عملناها بالتست او الباند يلي وحده موجوده هون وحده بعيد 20 كيلومتر لعبوا بس كانوا بنفس الوقت، تاخير اللي سموه ليتنسي كان صفر. يعني دور القطاع الخاص هو تقديم التكنولوجيا، ودور القطاع العام هو استعمال هالتكنولوجيا لحتى يامنها للمواطن. وكانت كلمات لمتخصصين في قطاع الاتصالات ولرئيس مجلس اداره شركه الفا ومديرها العام مروان الحايك، اكدت ان الجيل الخامس لم يعد المستقبل بل بات واقعا وهو الحاضر بانتظار انجاز شبكه الالياف الضوئيه. من فندق فينيسيا، رنا ريشعيد، صوت لبنان. تم الاشتباه بقنبلة يدوية على شاحنة متوقفة في رومية عند طريق المدرسة الأنطونية، وضربت القوى الأمنية طوقا قاطعة الطريق لبعض الوقت، وحضر الخبير العسكري وكشف على القنبلة التي تبين أنها قنبلة دخانية، وتم فصلها عن جسم الشاحنة ونقلها إلى أحد المراكز العسكرية.
أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور قراراً قضى بإقفال المسلخ العائد لشركة زهران في منطقة الشويفات العقارية بعدما تبين افتكار المصنع إلى الحد الأدنى من الشروط المطلوبة. وأصدر أبو فاعور قرارات تنبيهية إلى 18 مؤسسة وشركة تستثمر مسالخ مصنفة في الفئة الثانية. أنهت فرق وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال صيانة جسر قناطر زبيدة وأصبح سالكاً أمام السيارات والمر. أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عزل مخرجي الإقليم وبرجة في محطة سبلين الرئيسية بدءا من اليوم ولغاية الثاني من الشهر المقبل من أجل تنفيذ أشغال ما سيؤدي إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي عن الوردانية وكترماية ودلهون وبعصير والشميس وجزء من برجة. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إثر محادثات في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو أن القرار الأمريكي في شأن الجولان يضرب أمن المنطقة واستقرارها. وزير الخارجية التركي أكد رفض بلاده منح إسرائيل السيادة على الجولان وأشار إلى أن تعديل الدستور السوري مهم للتسوية السياسية في سوريا. ولفت الوزير أوغلو إلى أن صفقة شراء نظام S-400 من روسيا سارية والبحث جار في تحديد موعد التسليم. احتشد آلاف المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية اليوم في الجمعة السادسة من التظاهرات ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الخارجية الجزائرية نفت حجز الأمن لجوازات سفر دبلوماسية يحملها بعض الجزائريين. طالبت وزارة الخزانة الأمريكية دولا آسيوية من بينها سنغافورة وماليزيا بالعمل على كشف أساليب إيران للتهرب من العقوبات النفطية. بدأ كبار المفاوضين عن الجانبين الصيني والأمريكي جولة جديدة من المحادثات في بكين بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع التجاري الذي بات يهدد الاقتصاد العالمي. والآن نبقى مع نشرة الأحوال الجوية. يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق جنوب الجزر اليونانية يؤدي إلى جو عاصف وماطر، ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ابتداء من بعد الظهر وتكون مترافقة مع عواصف رعدية ورياح قوية. إذن وفد البنك الدولي يؤكد أن الحكومة اللبنانية لم تصل إلى مستوى الإصلاح المطلوب وأن الوقت ثمين. خطة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء الخميس. تقرير خاص ما مخاطر إعادة النظر في نظام التقاعد. المطلوب يلاقوا المصاري من أمكنة أخرى ولازم يوقفوا مزاريب الهدر والفساد، وكل فريق بدافع عن الفاسد اللي عنده. تظاهرات حاشدة في الجزائر للأسبوع السادس على التوالي. من صوت لبنان استمعتم إلى نشرة للأخبار.